مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، الحصة هذه راح تكون مسجلة، يعني أن اليوم يوم 1 جوان راح نكون غايب، وبالتالي الحصة مسجلة وما فيش أسئلة وما فيش أجوبة مع المشاهدين. في الأسابيع القليلة الماضية بدينا نتكلم على تنظيف الجسم بعد الخروج من فصل الشتاء، وهذا يسموه تنظيف الربيع، نظف نفوسنا داخليا. وتنظيف الجسم لابد أننا ننظف، شفنا الطرق اللي ننظف بها الجسم تاعنا، ولكن شفنا بأن لابد هذا يبقى ناقص إذا ما نظفناش البيت. والبيت ننظفها هنالك مواد كيميائية اللي قلنا فيها مشاكل اللي درنا تلوثنا الجسم تاعنا، وشفنا وسائل طبيعية اللي نقدروا ننظف بها البيوت وننظف بها أنفسنا. من هذه المواد شفنا الأسبوع الماضي شجرة الصابون. شجرة الصابون، يعني الناس اللي ما شافوش الحصة الأسبوع الماضي راح يبقوا يتسائلوا من جديد كيف هذا الصابون ينوض في الشجرة، يعني شيء مستحيل جدا. الصابون نعرفوه يخدموه في المعامل، ففعلا الصابون ينوض في الشجرة، والشجرة هذه مستعملة منذ قرون في آسيا وفي أمريكا اللاتينية. فعندنا هذه الشجرة، شجرة الصابون، اللي هي موجودة في الجزائر، مانيش عارف إذا موجودة في المغرب أو في تونس، لكن الإخوة المغاربة ما كلموناش في الأسبوع الماضي بيقولونا إذا عندهم ولا ما عندناش. فهذه لاربغ الصابون أون ألجيري أو بيان لو صافونيي، ما هي الفوائد نتاعو؟ بصفة عامة شفنا أنه مستعمل منذ قرون في الهند، وأنه الهنود كانوا يستعملوه بينظفوا الحوايج، وأيضا بينظفوا الجسم نتاعهم، الحوايج، كل الملابس في البيت والجسم نتاعهم أيضا، وحتى الشعر يستعملوه كشامبوان. فهذا الكويرات نتاع الصابون اللي تنبت في الشجرة من نوع واحد اللي هو يسموه سابيندوس ميكوروسي. سابيندوس ميكوروسي اللي هو النوع تاع الهند. فقلنا أنهم استعملوه في الهند منذ قرون كثيرة جدا يوميا، وما زالوا يستعملوه إلى يومنا هذا، وخاصة في الحرب العالمية الأولى والثانية، وين كانوا الألمان تقريبا طوقوا أوروبا، وحتى حاجة ما تخرج، فولوا الناس يستعملوا الصابون هذا تاع شجرة الصابون. والشيء الآخر هو كلما كانت موجودة هذه المواد الكيميائية تاع التنظيف تاع البيت وتاع الجسم تاعنا كانت غالية أيضا في ذلك الوقت، فالناس رجعوا لشجرة الصابون. فمن الميزات تاعها أنها أولا طبيعية، الله سبحانه وتعالى عمل فيها مواد ما تضرش الإنسان. ثانيا ممكن الإنسان يستعملها مرارا 3-4 مرات قبل ما تنفذ. والشيء الآخر هو أن تقتل الجراثيم وتقتل الفطريات في الملابس نتاعنا وفي جسم الإنسان. فهذه الشجرة كما ترون تنبت فيها تقريبا من 12 إلى 20 متر، وهو الاستعمار الفرنسي اللي دخلها الجزائر في 1845 حسب ما تقول لنا الأخت هذه سعاد قاضي اللي عملت رسالة ماجستير في الوليدة في 2014. فالشجرة هذه غرسوها الفرنسيين في الشوارع، في الأماكن العمومية، في دون لي بارك، موجودة قلنا في الحراش، أنا كنت صغير كنت نشوف الأشجار موجودة، عنابة، بجاية،
موجودة في ساحة أول ماي في العاصمة، موجودة في غيلالي في الضواحي العاصمة، الأبيات شراقة. الفرنسيين غرسوها تقريبا في الشوارع الرئيسية وغرسوها في القرى الكبيرة اللي كانوا يسكنوا فيها. فهذه الشجرة بقت عند مع الأسف عند الجزائريين مش مستعملة كثير في ذلك الوقت، والآن ممكن هنالك محاولات للتجديد من طرف المختصين. فتكلمنا على الميزات التاحة وتكلمنا بالتفاصيل على كل على الشجرة هذه، فالناس اللي ما شافوش الحصة هذه من فضلهم يروحوا يشوفوا الحصة تاع الأسبوع الماضي على موقع المغاربية. اليوم راح نركز لكم على هذه كيف نحضر سوائل اللي ننظفوا بها، نحضروا دي ليكيد باش ننظفوا بها الملابس، باش ننظفوا بها البيت، وباش ننظفوا بها أنفسنا. وخاصة هنايا نعطي وصفة لمادة تنقي، مادة تاع ليسيف تنقي كل المواد المنزلية. اولا ناخذ تقريبا 8 طويسات نتاع الماء، ونزيد لها تقريبا 15 الى 20 حبه نتاع هذا الصابون نتاع الشجره. اذا حبينا نستعملوا زيوت العطريه دي زويل اسانسييل نتاع الليمون نتاع الكاليتوس نتاع البرتقال نتاع البامبلوموس موجودين، وخاصة بيو. هذا واش راح يعطونا؟ راح يعوضونا الرائحة هذيك تاع المواد الكيميائية اللي شفناها في المواد الكيميائية تاع التنظيف، يعطونا رائحة طبيعية ورائحة اللي تصحح الرئتين نتاعنا واللي تصحح الجسم نتاعنا. والرائحة هذه طبعا تعم الدار وتكون كلها مليحة، الريحة تاعها تكون طبيعية. فهذا الوصف اللي أعطيتها لكم تعطينا تقريب 2 لـ 3 من مادة التنظيف بهذا الوسيلة، وهذا يبقى إلى تمام تقريب شهر، شهر ونص، شهرين إذا درناه في الثلاجة، لخاطر مادة طبيعية ما فيهاش المصبرات ممكن تخسر بعد هذا. فهذه وصفة ممكن الإنسان يعملها، والناس اللي عندهم أشجار كالبوليدة، الأخت اللي كلمتنا في البوليدة، والأخت اللي كلمتنا من تيبازا في الأسبوع الماضي، والإخوة في عنابة، في بجاية، في العاصمة، وين تكون شجرة يقدروا يروحوا في فصل الخريف يقطفوا هذا الحبات يبسهم ويخلهم يبسين هكذاك، وما يستعملهم إلا في الوقت اللي حبوا يعملوا هذا الوصفة باش يغسلوا بها المعان، يغسلوا بها الحيوط، الأرض، الآلات، و حتى أنفسهم أيضا، حتى أنفسنا. فربي ما داش في الطبيعة فرق بين هذا تاع البيت وهذا تاع الآخر، احنا اللي درنا هذا الفرق. فكيف نحضر هذا الوصفة هذه؟ أولا نقبض الماء اللي قلنا عليه، نسخنه في كسرونة ولا قازان، وبعد عندما يغلي نحوه ونزيد له هذه الكويرات نتاع شجرة الصابون، نغطوه ونخلوه يخمر هكذا لمدة ليلة هكذا. ومن بعد هذا نزيد له الزيوت العطرية وثم نديره في الثلاجة، وعندما نحبوا نستعملوه ناخذوا نص طويس، طويس صغير هكذا كيلا طويس، نديروه في الماء نتاع الغسيل، ريتلتين هكذا نديروها، ريتلتين قلنا عليها، نديروها في عفوا نديروها في ريتلتين تاع الماء تاع الغسيل، ونغسلوا بها اي شيء. نقدروا نديروها في آلات الغسيل، لا ماشين لافي، نقدروا نديروها في اللافيسيل، نقدروا نديروها في كل الاشياء. هذ لينوا موجودين في السوق، موجودين مش عارف في الجزائر
هنالك شركة انتبهت للقضية وتبيعهم، والمغرب وتونس، وإلا لا مانيش عارف. شوفوا قلبوا عليهم، في بريطانيا موجودين، في الانترنت أمازون علي بابا قاعد موجودين، توجدوها في فرنسا ألمانيا قايتك تحوسوا لنوا دو لافاج، لنوا دو لافاج دو سافونيي، توجدوها تقدروا تشروها وتستعملوها. هذاك تجي في اكياس هكذا، وممكن تجي في حتى في كرتونات. الان ان عدنا هذا الفيديو اللي راح تجيكم تشوفوها، تعطيكم فكره على الكلام اللي كنت نقول فيه، كيفاش ممكن ان نكون ماده سائله بهذا الكويرات تاع شجره الصابون، بنغسل بها كل شيء بما فيه انفسنا وشعرنا. تفضلوا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم من جديد. نواصل الحصة الآن بعد هذه المراجعة. اليوم راح نبدأ ونتكلم على شجرة أخرى، وشجرة معروفة عند جميع إخواننا وأخواتنا في المغرب الكبير وفي العالم العربي، ألا وهي شجرة الرند، لو لوريي. فشجرة الرند هذه الناس كلها يعرفوها، ليش؟ لأنها يستعملوها كثير في الأكل، ويبدو لي جل العالم العربي يستعملها، وخاصة في المغرب الكبير. لكن ما يلزمش خاصة الشباب والشابات اللي ما يعرفوش الطبيعة، ما يلزمش أن نخلطوا شجرة الرند مع شجرة الأخرى، اللوغيي الأخر، اللوغيي نوبل، مع اللوغيي غوز. اللوغيي غوز هذا اللي راكم تشوفوه على الصورة، اللي هو الدفلة، الدفلة سامة وما ندناوش لها. المختصين يقدروا يخدموا بها أدوية الصيدليين، لكن العامة ما ندناوش لها لأنها شجرة سامة. احنا اليوم نتكلموا على الرند، شجرة الرند اللي هي الاسم تاعها العلمي اللي هو لوريوس نوبيليس، لوريوس نوبيليس، اللي هي موجودة في المغرب الكبير، في المشرق، في آسيا، في أوروبا، وهنا في بريطانيا موجودة بكثرة. وأنا عندي في الحديقة تاعي شجرة تعمل تقريب 15-20 متر، غلقت لي كل المكان في آخر الحديقة، لكن توجد في كل مكان، وعندها فوائد هائلة. فهي تنوض في الخلاء عندنا في بلدان المغرب وفي آسيا، ولكن الناس عادوا كلهم يغرسوها وتنغرس، وشفت كثير من الحدائق في الديار في الجزائر عندهم شجرة الرند، كما قلت تستعمل كثير في الطبخ نتاعنا، ولكن في الطب الطبيعي، طب الأعشاب، نستعملوا الأوراق ونستعملوا
هذا الفاكية نتاعها الصغيرة الكويرات الصغيرة نتاعها الكحلة بطرق مختلفة. فتركيبتها الكيميائية منوعة، فيها بعض الدباغة، فيها بعض المادة اللي هي مرة، فيها مادة اللي ترطب مرطبة، وطبعا فيها هذو لصابونين اللي هما الصابون، المادة اللي تعطي الصابون، فيها زيت عطرية، والزيت العطرية مهمة كما نشوفه في الأخير، فيها زيت ثابتة يعني زيت كما الزيتون ولا زيت صنغو، وفيها بعض الأشياء الأخرى هذه في الأوراق وفي الفاكهة تاعها الكويرات الصغيرة. لكن الإنسان يحاول دائما يأخذ حذره، لأن الورقة تاع الرمل عندما تكون خضراء يقولوا أن فيها ممكن فيها مواد مسممة شوية، فيها مواد سامة، لكن ما تقتلش الإنسان إلا أن تدير له مشاكل صغيرة كوجع الرأس وما يشبه ذلك، وخاصة إذا استعملها الإنسان بكثرة. مثلا واحد في طبخة تعجوز يدير 15-20 ورقة ممكن تدير له ألم في الرأس ولا تعطيه القي دينوزي ولا شيء من هذا القبيل. استعمالتها شعبيا قلنا أن الناس كلهم يستعملوها في الطبخ باش يعطوا ذوق للطبخ هذا، وخاصة لأنها عندها فوائد على الهضم في المعدة. هناك استعمالات شعبية كثيرة أخرى، عندنا استعمال في المعدة، الناس اللي ما عندهمش شهية، الناس اللي الهضم تاعهم ما يمشيش مليح، الناس اللي عندهم الأخر المعدة ما تمشيش كلها، الناس اللي المعدة تاعهم دائما فيها مشاكل ما تمشيش، كل هذا لا يقدر الإنسان يستعمل الرمل بطرق رحين نشوفهم. الناس اللي عندهم مشاكل الكلتان هي تعطيهم شوية تخرج المياه وتصفي الكلى، والناس اللي عندهم حجز تاع الماء ما يخرجش ويبقوا ينتفخوا، الناس اللي عندهم الروماتيزم، الناس اللي عندهم النقرس لاغوت، اللي عندهم مشاكل أمراض الكلى، اللي عندهم السيستيت أمراض الجهاز التبولي، الناس اللي عندهم أمراض الرئتين، فكل ما هو شيء مزمن ولا شيء آني، الضيقة، النخمة اللي تجي لقريب، كل هذه مليحة لها ورقة ورقة الرند. على مستوى الجهاز الدموي تخلي الدم يمشي في كل مكان، علاش؟ لأنها عندها تلين الدم تاع الإنسان فيما يخص الجهاز العصبي أيضا، الناس اللي عندهم شلل عصبي من نوع أو آخر، ممكن أي حالة عصبية ممكن الإنسان يستعمل الورقة تاع الرند ويستفيد منها بطريقة أو أخرى. تستعمل في قضايا الجهاز التناسلي تاع النساء أيضا، في قضايا الجلد أنتي إنفلاماتوار يعني تنحي الالتهابات، وحتى الناس اللي عندهم تعب مزمن و مرض السكر، قضية تاع الميتابوليست تاع الإنسان، كل هذو الناس تفيدهم. فكيف نستعمل هذه الشجرة كهي؟ قلنا في الشجرة هذه نستعمل يا إما الأوراق تاعها، يا إما نستعمل هذه الكويرات الفاكهة تاعها، الكويرات الكحلة. فيما يخص الأوراق ممكن نبسهم ونعملوا منهم غبرة. والشيء اللي لابد نلاحظه هنا هو أن الغبرة هذه نحاول ما نعملوهاش إلا في وقت استعمال الغبرة، لأن كل حاجة ندقوها كثير ورجعها غبرة تبدأ تخسر شيئا فشيئا. فحنا بنصونوا بنحفظوا الأوراق الرند، نخلهم كما هما، وعند الاستعمال ندقهم ونطحنهم ونديروا منهم
غبرة. الغبرة هذه نستعمل تقريبا 30 غرام من الغبرة هذه في نص رتلة تاع الماء بارد، فنخلوها هكذا، نخلطه طبعا مليح بالمغرف ونخلوها هكذا تطلق هذاك المواد تاعها لمدة تقريبا ساعة. بعد هذا الإنسان ممكن يصفي ويشرب ثلاث طويصات صغار هكذا في النهار، خاصة بعيدا عن الأكل. الأوراق ثان نقدروا نديروا منهم اللي يقولوا يسموه شاي تاع أوراق، تيزانة بالفرنسية يقولوا اون تيزان دو فوي دو لوريي. هذا الشاي تاع الاخر نفس الشيء، نستعملوا تقريبا 30 غرام من الأوراق الرند في نص رتلة تاع ماء يكون غير مغلى. نوضعوا 30 غرام تاع أوراق في إناء غير يغلي، نص رتلة تغلي تاع الماء تغلي، نفرغوها فوقها ونغطوا ونخلوها لمدة 10 دقائق 15 دقائق 15 دقيقة. وبعد هذا نفس الشيء نشربوا ثلاث فناجل كبار من هذا في النهار. أما فيما يخص هذا الفاكهة نتاع الرند، هذا الكويرات الكحلة اللي ممكن تشوفوهم على الشاشة، هادو ناخذوا من تقريب 5 إلى 20 غرام من هذا الكويرات، ونديروهم أيضا في رتلة تاع ماء، رتلة تاع ماء يكون غير مغلى. نفس الشيء نوضعوا الحبات هادو في إناء، يغلي الماء، رتلة تاع الماء تغلي، نوضعها نديروها على الكويرات هادو نتاع الرند، ونخلوها هكذاك لمدة 10 دقائق. ونفس الشيء نشربوا زوج طويسات أو ثلاثة بعد الأكل. هذا الشجرة تعطينا أيضا زيت، الزيت هذه تستخرج الزيت الثابتة، مانيش نتكلم على زيوت الطيارة، جو بارل با دي زويل إيسونسيال إيسي، جو بارل دو لويل فيجيتال أو لويل فيكس. لويل فيكس كيما زيت الزيتون يعني، هذه ثان يخرجوها من الكويرات من الفاكهة نتاع الرند، شجرة الرند، وهذه عندها مفعول قوي ينقي الجسم نتاع الإنسان داخليا أو خارجيا، وثان يعاود يجدد الجلد نتاع الإنسان. فالناس اللي عندهم مشاكل في الجلد هكذاك ممكن يستعملوها في الوجه في اليدين في كل مكان، فهي تساعد على إزالة كل ما هو مشكل في الجلد، وخاصة اللي يسموه تينسنس البيليكول في شعر تاع الإنسان. الآن نمشو للزيت العطرية أو زيت الطيارة، الويل إسانسيال دو لوريي نوبل، ما ناش نتكلموا على الدفلة، نتكلموا على الرند، شجرة الرند تستخرج منها أيضا زيت عطرية. والزيت العطرية أو زيت الفولاتيل يعني الطيارة تطير يعني تتبخر، زيت طيارة، هذا الزيت لو نوضعوها على ورقة، نوضع قطرة على ورقة، بعد 5 دقائق نلقاها ما كاش، نلقاها راحت. فالزيت هذه عندها مفاعيل كبيرة جدا. فيقول لنا الطبيب هذا جون ويلام اللي هو مختص، واحد من الأخصائي في الزيوت العطرية، يقول لنا عندها مفعول ضد البكتيريات، مفعول قوي جدا، لستافيلوكوك لستريبتوكوك، كثير من البكتيريات يقدر الإنسان يتخلص منهم بهذه الزيت. عندها مفعول ضد الفيروسات، الآن كان عندنا الكوفيد 19 هذا، كثير من الناس من أصدقائي الزملاء كانوا يستعملوا الزيت العطرية لشجرة الرند مع زيوت أخرى.
فعندها مفعول قوي ضد الفيروسات والناس اللي يجوا من الجريب ولا أي شيء في فيروس ممكن يستعمل زيت العطرية لشجرة الرند، لاغريب، البوحمرون، لافاريسيل، كل هذه. أنتي ميكوزيك أوسي عندها مفعول ضد الفطريات، الفطريات تجي خارجيا في الفم تاع الإنسان ولا حتى تجي داخليا خاصة في الجهاز التناسلي تاع النساء، فتساعد كثير كثير على هذه. نوصلوا بعد للطرق كيف نستعملوها. فلويديفيون برونشيك اكسيلون و اكسيلونت. الزيت هذه ايضا تكافح الرب وتكافح الضيقه، تكافح البرونشيت، السينوزيت، كل ما هو في جهاز التنفسي الاعلى، لاسفير ريسبيراتوار ايريان. هذه تساعد على الايريان و باس اوسي، ف تخرج النخمة هذيك، تسرح الصدر تاع الإنسان، الإنسان يولي يتنفس مليح. أنتي ديجينراتيف و أنتي بودريد، يعني كل ما هي أمراض مزمنة، كل ما هي أمراض تنكسية، يعني الإنسان يروح من سيء إلى أسوأ فيها والأطباء عجزوا، يقدر يستعمل الزيت العطرية انتاعها الرند. وهنا الطبيب جون ويلام يقول لنا بأنها الناس اللي عندهم سرطانات يقدروا يستعملوها أيضا، لأنها راح تخفف عليهم كثير من المشاكل. وأنا أنصح المشاهدين والمشاهدات اللي عندهم هذا المرض ربي يشفيهم، أنهم يشوفوا واحد مختص في الزيوت العطرية، ميدسان فيتوثيرابيوت ولا بروفيسيونيل ان فيتو اروماثيرابي، ان فيتو اروماثيرابيوت، ولا باش يروح يمشي معهم في القضية هذه باش يعالجهم، لأن وحدهم ممكن ما يوصلوش للنتيجة اللي حبوها. من الميزات نتاع الزيت العطريه هذه نتاع شجره الرند، عندها مفعول ضد كل الالتهابات. عندنا الالتهابات تاع المفاصل، عندنا الالتهابات تاع العضلات المسكولار، كي يجوا للناس اللي جهم لي كرامب، الناس اللي عندهم لارتريت، لارتروز، لا بولي ارتريت، الروماتيزم، كل هادو تساعدهم الزيت العطريه نتاع شجرة الرند. الألام اللي يكون عندها من أصل عصبي لنيفراجي لنيفريت حتى للتريجيمو، الألام ذاك اللي يجي جانبا عند الإنسان، تساعد فيهم كثير. عفوا، الأمراض الجلد، قلنا أمراض الجلد تساعد فيهم كثير. عندنا هذا الثاني الميكوز تاع الفطريات، حب الشباب، سورياسيس، الحالات وين يكون إنسان مجروح، الجروح اللي ما تنغلقش مليح يقدر يديرها، لزسكار، الناس اللي يقعدوا كثير أسابيع في السرير وتجيهم بعض الالتهابات، لفاريس، لغانغران، كل هادو تساعد فيهم كثير. والجينيكولوجي، لكونديدوز فاجينال، نفس الشيء، الفطريات اللي تجي عند النساء، كل هذو ساعد فيهم. ولكن نقول ونعاود، عندما نتكلم على الزيوت العطرية أو زيوت الطيارة، لزويل إسانسيال، أحسن للإنسان أنه يروح يشوف واحد مختص في الميدان هذا، وهو اللي يعرف، تكلموا له عن المرض تاعكم، يعرف كيفاش العبر اللي يعطي لكم، ما يعطي لكمش أكثر من اللازم وما يعطي لكمش أقل من اللازم. فعلى مستوانا ممكن نستعملوها، لكن بتحفظ، لأن كما قلت الزيوت العطرية هي مجال للمختصين، لأن عندها مفعول قوي، والناس اللي ما يعرفوش يستعملوها ولا الناس اللي يديروا النية في الهبال كما عندنا، يقول لك خلاص أنا الطبيب قال لي ندير زوج قطرات، أنا راح ندير ربعة بهنا برا بالخف.
التخوف من هذه العقلية تاع الناس هذه. لهذا الزيوت العطرية هذه قوية جدا، وأحسن أن الإنسان يروح يشوف واحد مختص. لكن على مستوانا خاصة أن في أوروبا والموجود الزيوت العطرية بيو اللي ما رشهمش بالمواد الكيميائية، ممكن الإنسان يستعمل زيوت في بيته لمعالجة إشياء خارجيا ماشي مشكل، يقدر يعملها فوق الجلد ولا في أي مكان في الجلد نتاعه، لكن داخليا الإنسان يقدر يستعمل قطرة 3 مرات في النهار. بس القطرة هذه الزيوت هذه ما يقدرش يشربها هكذاك وحدها، لابد أنه يذوبها في يا إما زيت زيت زيتون مثلا، وإلا يذوبها في العسل. نمسكوا مغرف نتاع قهوة معمرة بزيت زيتون ولا معمرة بالعسل، ونديروا لها قطرة واحدة، قطرة نتاع زيت الطيارة لشجرة الرند، الويل إسانسيال دو لوريي نوبل. هذه يأخذها الإنسان 3 مرات في النهار، بعيد على الأكل بعيد على كل شيء، وكل مرة يأخذها الإنسان يأخذ نص كاس نتاع ماء سخون إلى دافي. والشيء الآخر أن في هذا العلاج الشخصي لوتوميديكاسيون الإنسان ما يفوتش 7 أيام، لأنها ممكن تكون للناس عندهم قوة مختلفة، عندهم مناعة مختلفة، عندهم تاريخ في المرض مختلف، واحد سمين واحد رقيق واحد عنده ضغط دم واحد ما عندوش، ردود الفعل تاع الناس ممكن تكون مختلفة على الوصفة اللي نعطوها. لهذا نقوله 7 أيام، من بعد 7 أيام الإنسان يوقف أسبوع آخر مثلا، ومن بعد يرجع بالعقل 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 يعاود يستعمل مثلا 7 أيام واحد أخرين. لكن نقول ونعاود أن هذه الزيوت العطرية بصفة عامة مش غير هذه، هي من مختص المختصين الفيتو أروماتيرابيت ولا الميدسان كونفيرتي الأروماتيرابي كما هذا الطبيب ويلام. هذا فيما يخص استعمالات هذه الزيت العطرية لشجرة الرند، والتحفظ الآخر أو اللي ممكن نستعمله هو أن النساء في 3 شهور الأولى نتاع الحمل أحسن ما يستعملوش الزيت. ما كاش دراسات اللي تقول لنا أن هذا راح تسئلهم ولا بتسئلهمش، لكن طبيا هنالك الإنسان يأخذ بعض الإجراءات حتى ما يطيحش في مشاكل، لأن هذه زيوت عطرية قوية جدا ما يقدرش الإنسان يتعامل معها بسهولة بعض الأحيان. فهنالك استعمالات كثيرة طبيا لزيوت العطرية وطبيا وداخليا لزيوت العطرية، لكن كما قلت لكم الإنسان دي يكون عنده مرض خطير مرض مزمن لابد أنه يروح يشوف واحد مختص في زيوت العطرية، أن أغوما تيرابيت ولا فيتو أغوما تيرابيت يعني مختص في النباتات الطبية ومختص في الزيوت العطرية. وكان أطباء الآن الحمد لله موجودين في خاصة هنا في أوروبا، موجودين عندنا في المغرب الكبير، لكن ما يبانوش ما يظهروش، كل ما نكلموهم ونقولوا يكلمونا ما يكلموش، لأن هنالك ضغوط بعض الأحيان على الأطباء اللي يروحوا يمارسوا الطب الطبيعي. وأنا أتفهم القضية هذه مع الأسف ما يقدرش، لكن هنا في الغرب هذا بريطانيا فرنسا ألمانيا خاصة الزيوت العطرية يستعملها أطباء ويستعملها ناس مختصين في هذا الميدان،
ويعالجوا بها العديد من الأمراض. الآن نرجع لمراجعة خفيفة على الشيء اللي قلناه في الأسبوع الماضي على شجرة الصابون. نرجع لها لأن أعطينا الكفاية على شجرة الرند وشجرة الصابون اللي هي ثاني عندها مفاعيل قوية. تكلمنا عليها لأنها قلنا أنها تساعد على تطهير البيت وتطهير الجسم تاعنا، خاصة بعد التطهير اللي نعمله في فصل الربيع، وأنها تعوض مواد التنظيف المنزلية اللي هي فيها مشاكل كبيرة، وتعطينا صحة قوية جدا وتحفظنا من كثير من الجراثيم. هذه الشجرة شو شفناها، ونبه إخواننا وأخواتنا أنهم يشوفوا الأشجار هذه وين موجودة ويحاولوا يستعملوها، لأن الإنسان إذا كان يعرف بأن هنالك أشجار كثيرة في مكان ما يروح يرفد شكاير، ويروح في الخريف عندما تبدأ تساقط هذه الكويرات تاع الصابون يرفدها يديها ينشفها في مكان ظل ومكان شوي يكون شوية سخون ينشفها، وعندما يحب يستعملها. فالإنسان يقدر يروح يلايم 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، هذه قاعدة راح تفيده اقتصاديا، لأن ما راحش ينفق فلوس. ثانيا صحيا، لأن هذه راح تنظف له البيت وما تديرلوش مشاكل أخرى كمواد التنظيف الكيميائية. وثالثا عفوا، هذا لو ننتبه له راح يكون مادة قوية في صحة الشعب كله، وزيادة في الازدهار الاقتصادي لبلداننا. تصوروا لو احنا نبدأ كما نعملوا الآن مع أشجار الزيتون، لو نبدأ نغرسوا في أشجار هذه تاع الصابون في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أماكن أخرى في العالم العربي، تعود عندنا استقلالية في مواد التنظيف، مواد التنظيف الجسمي، مواد التنظيف في البيت. يعني الشركات هذو اللي يبيعون هذه المواد المسممة للتنظيف البيوت وفيها مشاكل كثيرة، يبقى لهم لا مجال لهم من الإعراب، يروحوا. بس المشكل في العلاقة الدولية ما تمشيش القضية بالطريقة هذه، لابد احنا نقنع شعوبنا بأن المادة الطبيعية هي اللي أحسن من المادة الأخرى، والمادة الطبيعية دائما تساعد وتساعد بكثرة. أنا تكلمت لكم قبل حين على شجرة الرند والزيت العطرية التحوش تواسي، لكن هناك في العالم قوات شركة الطبية تأثر على الحكومات، بعض الحكومات تحب فيها رجال أعمال اللي ما يحبوش الطب الطبيعي ينشأ، ما يحبوش يتقوى، فدير دائما مشاكل عراقيل باش مت الجانب الطبيعي ما يتنمش، وتبقى الشركات الطبية تبيع لنا كل المواد نتاعها وحنا نبقاو غير مستهلكين. فالشجرة هذه سابيندوس ميكوروسي قلنا انها كانت من في امريكا اللاتينية، وكانت في موجودة في اسيا ايضا، وان في الجزائر هي النوعية الهندية هي اللي موجودة عندنا، الاسم تاعها شجرة الصابون
دودان ولا دوادني مانيش عارف الا كانت كلمات عربيه هذه، لكن بالهنديه عندها كلمات اخرى فرنسويه اسمها نوا دو لافاج لا بغا صابون ولا لو صابوني، بالانجليزيه واش نوت ولا سوب بيريز. ودرست الان معروفه بانها عندها فوائد كبيره جدا استعمالاتها في البيت وفي التنظيف الشخصي، واستعمالات أيضا طبية أخرى. فهذو شفناهم كلهم. بقنا أن هذا عندما نستعملها في الجسم تاعنا ولا نستعملها في لغسل المعان ولا غسل الماشين العلافي ولا البيت بصفة عامة ولا جسمنا، هذه رايحة تبعد علينا تقريب كل بلا، لكن طبيا أيضا تستعمل طبيا. موش صابون اللي نستعمله هو الداخل، هذه النواة نتاعها الداخلية، النواة تاعها الداخلية يستعملوها باش يطهروا الفم تاع الإنسان ويطهروا الأسنان تاع الإنسان ويبعدوا قضية السوسة لا كاري دونتير. وهذه النواة هذه مستعملة منذ قديم الزمان عند الهنود وعند النيباليين عند الصينيين في الطب التقليدي خاصة خارجيا باش يضبطوا الجروح تاع الناس. هذه فيما يخص الاستعمالات الخارجية، إلا أن هذا الحبة تاع الصابون عندها استعمالات أخرى. قلنا تقتل الجراثيم، قلنا تقتل الحشرات بما فيه جريلو، الناس اللي عندهم جريلو يستعملوا الصابون هذا، يديروا صابون ويرشوا جريلو به وين يكون حتى يعود يلصق فيه، يعود ما يقدرش يتحرك. فهذه مليحة. الثاني تقدر تكون لتحديد النسل، عندها مفعول ضد السرطانات. هذا وش يقولوا لنا في الكتابات نتاع الاسيويين، ايباتو بروتكتريس تحفظ الكبد، اونكسيوليتيك تنقص من الكآبة عند الانسان، فونجيسيد تقتل الفطريات ايضا كما زيت العطريه للرند شفناها. وحنا نتكلموا الان على شجره الصابون. إفي أنتي إنفلاماتوار ضد الالتهابات كما شجرة الرند نفس الشيء، إكسبكتورانت تخرج النخمة هذيك وتوسع الصدر كما شجرة الرند أيضا، إيميتيك ممكن الإنسان اللي يأخذ منها بزاف حتى تقيه حشاكم، لاكاري دونتير الناس اللي يكون عندهم الأخر الريق ناشف مليح عليهم، الناس اللي عندهم السكينه لي ميغران لارتريت الاسهال عفوا الامساك البق امراض الجلد بصفه عامه الاكزيما بسورياسيس، كل هذه شفنا هنالك مقاربه بين هذا والشجره الرند. هذه شجرة الصابون قربناها. أنا حبيت نقول لكم برك نقرأ لكم صفحة. احنا قلنا من هنالك لوبيات في الحكومات وفي عند الشركات الطبية، والآن كلما تكون عشبة صارت عندها شعبية مليحة كبيرة، إلا ونوجد اللوبيات يخدموا بقوة باش يعكسوا هذا ويحاولوا يمنعوا الأعشاب. كثير من الأعشاب منعت، والآن هنالك قائمة في الاتحاد الأوروبي أنت أعشاب حابين يمنعوها في أمريكا، مش حابين يمنعوها، حابين تصنع كالمواد الكيميائية الطبية تاعهم، وهذه راح ينحي لها الغلة تاعها كلها. يعني هل هذا هو طريق باش يحتالوا علينا باش المواد الطبيعية تعود ما يكونش فيها فايدة كما المواد الكيميائية ديالهم؟ مانيش عارف.
هذا إنسان يشوفه. لكن هنالك بعض الناس اللي تابعوهم قضائيا لأنهم كانوا يعالجوا بالطب الطبيعي وهم غير أطباء. هذا واحد في فرنسا هذا يسموه موريس ميسيغي، كانت له محاكمات من سنة 48 إلى 69، يعني كل عام المنظمة الطبية الحكومية تاع فرنسا تشارعوا. علاش؟ يقول لك براتيك إيليغال دو لا ميديسين، يعني يمارس الطب بدون ما هو طبيب، وكأنها ولات جريمة، لأن هنالك ناس عندهم مهارة قوية جدا. هذا السيد هذا موريس ميسيغي ما قراش الطب في جامعة، ما تخرجش من لا فاكولتي دو ميديسين. احنا الان التكوين تاعنا ازدواجي، فيه تكوين طبي وفيه تكوين طبيعي، كيف في ذاك الوقت ما كانش عنده. فهذا تعلم على والديه وبدا يعالج في الناس. فكثير من الناس اللي عالجهم واطباء اللي هم حكماء وعندهم اون انتغريتي، يعني يحترموا نفوسهم، اللي شهدوا له. فواحد من الاطباء كتب شهادة يقول فيها، قال فيها الكثير من الأشياء ولكن نلخصها لكم. يقول هنايا هذا الطبيب من مدينة نيس، يقول je certifie avoir observé de visu des améliorations et des guérisons presque miraculeuses de lésions et maladies préalablement traitées sans succès par plusieurs médecins. يقول أنا الآن نشهد بأن لاحظت، شفت بعيني تحسنات وبراءة وشفاء تام لبعض الأمراض، يعني بصفة عجيبة. وأمراض هذه اللي كانوا عالجوها الأطباء مقبل بدون جدوى بلا فايدة. فيقول ces guérisons, soulagements et améliorations ont été obtenues à la suite d'un traitement de plusieurs jours par bain de pied, bain de siège et cataplasme locodolenti. يعني ان هذا موريس ميسيغي يعالج الامراض هذه ب حمامات تاع اللي يغطس الانسان اليدين في ماده نباتيه، ولا يغطس فيها الرجلين لمده 10 دقائق، عاده 10 دقائق الصباح الرجلين و10 دقائق المساء، ولا حتى الانسان يقعد اذا كانت امراض البروستات ولا امراض الجهاز التناسلي، ولا ممكن الانسان يقعد في ماده في اعشاب مغليه لمده 10 دقائق. ويقول هذا les bains sont uniquement à base de plantes sont nulle addition de produits chimiques. هذه الحمامات العلاجات تاع السوائل تاع النباتات كانت غير بالنباتات فقط، ما فيهاش مواد كيميائيه. Alors, واش يقول؟ يقول j'ai observé la guérison ou l'amélioration de plusieurs lésions prostatiques. كثير من مشاكل البروستات شفتهم باللي تحسنوا ولا براو. J'ai observé la guérison de plusieurs cas de psoriasis, lésion rebelle à tout traitement. شفت شفاء البسورياسيس اللي هي حالة ما مستعصية حتى دواء ما يفيد فيها. شفت de multiples guérisons ou améliorations dans divers cas de rhumatisme localisé ou généralisé. شفت بين الإنسان هذا برا ولا حسن كثير، ناس كان عندهم de rhumatisme عام ولا في مكان واحد. يقول j'ai observé la guérison ou l'amélioration de plusieurs artérites oblitérantes, c'est-à-dire amraad de ta l'tihabat de ta l'sharayin. J'ai observé de multiples guérisons ou améliorations de divers cas de bon de chne. J'ai observé
la guérison ou l'amélioration de plusieurs de cirrhose, de lésion du foie, de cirrhose, de congestion, de calcul de la vésicule. Shift تحسن ولا شفاء تام لحالات مرض الكبد مرض التهاب الكبد تحجر الكبد وحتى تاع الحجر نتاع المرارة. زيد يقول جي اوبسيرفي لا غيريزون او لاميليوراسيون دو ديفيرس كا de divers cas de lésions de l'estomac. J'ai même observé une rétrocession d'ulcère du duodénum. Et roule shift عند هذا الشاشب موريس ميسيغي shift تحسن او شفاء تام لبعض حالات مرض الجروح في المعده وشفت بان مره حتى قرحه الديودينوم برات كلها. والشهادة هذه طويلة جدا حاول نقول لكم عليها البعض منها. J'ai observé des améliorations presque miraculeuses dans divers cas de varices et même d'ulcères chroniques. Guérison miraculeuse d'un glaucome. Le glaucome مرض في العين معروف عند الكبار. يقول شت شفاء عجيب عند امرأة كبيرة والمرض هذا كان عندها منذ سنوات. Elle a recouvré la vue après deux mois de traitement. دارت علاج تاع شهرين بالأعشاب هذا عند هذا المسيجي والجلوكوم تاعها راح تماما. J'ai observé la guérison miraculeuse dans un cas de surdité unilatérale. عفوا. واحد كان عنده ما يسمعش من حاجاكم من وذن وحدة السمع راح له تماما براه هذا العشاش بموريس ميسيغي براه وهذا الطبيب اللي راه يشهد. J'ai observé des guérisons nombreuses dans divers cas d'asthénie cérébrale, de nombreuses améliorations dans des cas d'hémiplégie, de lésions de la moelle, sclérose en plaques et Parkinson. La sclérose en plaques, Parkinson, شلل آخر. يقول لك شفت كثير من المرضى اللي عندهم هذا المرض براو. J'ai vu des certificats de docteurs autorisant leurs malades à s'en remettre au traitement du guérisseur Meségué. شفت شهادات من عند أطباء اللي بعثوا المرضى تاعهم عند هذا الشاش بيموريس ميسيغي لأنهما ما قدروش يبروهم. شفت كثير من الحالات وين موريس ميسيغي برا عالج الناس مجانا بدون مطلب منهم الفلوس لان كانوا دائما يتهموا الناس اللي عالجوا بالطب الطبيعي انهم راهم يجرموا الفلوس. J'ai entendu des médecins de Maurice Meségué Maurice Meségué en invoquant l'empirisme. Après avoir constaté des guérisons inattendues, ils étaient bien obligés ensuite de s'incliner devant le résultat obtenu. شفت كثير من الأطباء اللي كانوا يتهموا ينقدوا في موريس ميسيغي لأنه ما كانش يمارس الطب حسب المعطيات العلمية. لكن عندما لاحظوا بأن أمراض هما ما يقدرش يعالجوهم عالجهم السيد هذا ولو استعرفوا به. وعادوا يبعثوا له المرضى. Le guérisseur Meségué n'est pas un envoyé du ciel ou de l'enfer, c'est un homme modeste qui a soulagé et guéri ses semblables. هذا موريس ميسيغي ماهوش ما طاحش علينا من السماء ما بعثوش الله سبحانه وتعالى. انسان بسيط يعرف الاعشاب الطبيعيه ويخدم بها ويعالج الناس. هذه كانت شهاده نتاع طبيب على القوة نتاع العلاج بالنباتات. ولو كان نزيد نقرا لكم هكذاك هنالك شهادات لبراءة من أمراض كثيرة جدا. لكن الإنسان إذا كان يعالج بالطب الطبيعي خاصة في فرنسا يضطهد، وإذا كان طبيب ويعالج ب
وسائل غير رسمية ثاني يضطهد. وهنا عندنا حالات كثيرة جدا تكلمنا عليها قبل سنتين أو ثلاثة وين الأطباء صارت لهم مشاكل من طرف الحكومة. عكس هذا نشوفه بأن كلما يكون دواء كيميائي خطير جدا الحكومات تأخذ سنوات عديدة جدا باش يسحبوها من السوق ويكون قتل كثير من الناس. مثلا قضية ميدياتور في فرنسا اللي قتل آلاف من الناس قبل ما تسحبوا الحكومة وتخرجوا من السوق. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن متابعتكم لهذه الحصة وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.